هنتكلم على الابليكيشن الرابعة اللي هي Chemical Reaction Equilibrium. هنتكلم عشان نتكلم على Chemical Reaction Equilibrium لازم نتكلم على Reversible Reaction. ايه هي Reversible Reaction؟ اكيد كلنا عارفين Reversible Reaction هي Reaction بيكون فيها الرياكتنس بتتفاعل عشان تدي برودكتس والبرودكتس بتتفاعل عشان تدي رياكتنس، التفاعلين دول بيتموا سيمالتينيس يعني في نفس الوقت. يعني زي لما نقول على الاكزامبل اللي قدامنا ده، هبص الاقي A و B هاي رياكت تو فورم C and D، وبعدين C and D هاي رياكت تو فورم A and B، ويفضل الرياكشن ده الرياكتنس تدي برودكتس والبرودكتس تدي رياكتنس في نفس الوقت. لو الريفرسبل رياكشن دي بتحصل في a closed system eventually we will reach equilibrium. What is the meaning of we reach equilibrium? We reach equilibrium يعني the rate of the forward reaction equals the rate of the backward reaction. يعني ايه rate of a reaction؟ Rate of a reaction هو تقريبا ال speed at which a chemical reaction takes place. هي بتمثل ال speed at which a chemical reaction takes place. فهنقول the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction، وهنلاقي at equilibrium ان concentration بتاع reactants وال products بيبقى they do not change، بيبقى عندي constant concentration بتاع reactants وال products. بس ده مش معناه ان reactions واقفه، لا، ده ال forward reaction شغال وال backward reaction كمان شغال، بس at the same reaction rate او the same rate of reaction. وبالتالي ال forward and reverse reactions have not stopped, they are still going on and at the same rate as each other, and we have reached what is known as equilibrium. هبص الاقي concentration بتاع reactants او number of moles of reactants ثابته، number of moles of products ثابته. لو انا ببص من بعيد كده ومش شايفه ان في reaction شغال افتكر ان الرياكشن وقف، لكن الرياكشن ما بيكونش وقف، الفورورد رياكشن شغال والباكورد رياكشن شغال. الشكل العام بقى بتاع reversible reaction بيكون كده، حيث ال small a و b و c و d اللي هما بالريد دول بيبقوا stoichiometric coefficients. طيب احنا بنقول at equilibrium بقى في علاقة واضحة جدا ما بين ال reactants وال products, they are related to each other. Reactants and products at equilibrium they are related to each other. ال relation بتكون عبارة عن ايه؟ بإن احنا بناخد الـ concentrations بتاعت الـ products، كل واحدة مرفوعة ليه الـ stoichiometric coefficient بتاعها، على الـ concentrations، على مضروب الـ concentrations بتاع reactants، كل واحدة مرفوعة ليه الـ stoichiometric coefficient بتاعها. الـ ratio ده بنسميه الـ Kc، والـ Kc دي هي بنسميها الـ equilibrium constant، وبتكون function في الـ temperature. In case بقى عندي gases according to the ideal gas law، أنا عارفة إن PV بتساوي nRT، حيث P ده total pressure، V total volume، N total number of moles، في R في temperature. طيب بس in case أنا عندي ال equilibrium reaction بيكون عندي multi components، بيكون عندي ال components بتاعت ال products و reactants coexisting together الاثنين موجودين مع بعض. طيب يبقى معنى كده اني اقدر اطبق دالتونز لو اللي بيقول لي ان التوتال بريشر بتساوي البارشل بريشر بتاع A بلس B بلس C بلس D. طيب ايه هو البارشل بريشر؟ البارشل بريشر هو البريشر اللي بيكزرته الكومبوننت when it is alone in the total volume. وبالتالي لما اجي اعوض عن اعوض في الـ ideal gas law بالنسبة للـ component A مثلا، هيبقى PA في الـ V total بتساوي NA في R في T. وأقدر أقول من الـ ideal gas law يبقى الـ NA على الـ V بتساوي PA على R total، وأنا عارفة إن الـ NA على الـ V دي هي الـ composition بتاع A، number of moles per unit volume. وبالتالي أنا عارفة إنه ال Kc، أو لسه قايلين إن ال Kc هي compositions مضروبة في بعض بتاعة ال products على reactants، وكل واحدة مرفوعة لل stoichiometric coefficient بتاعها. فبدل ال composition مثلا بتاع C هحط Pc على Rt، وبالنسبة ل D و A و B برضه بنفس الحكاية، هاخد واحد على Rt بره، هتبقى واحد على Rt to the power Cd minus AB، وهيبقى عندي هنا ال
ده الجزء ده اللي ده بنسميه الكي بي. يبقى انا عندي كي سي بدلاله الكومبوزيشنز، وعندي الايكوليبريم كونستانت بدلاله البارشل بريشرز. طيب يبقى انا عارفه ان ليهم بقى بينهم علاقه، يبقى كي سي هتساوي كي بي في 1 على ار تي تو ذا باور سي بلس دي ماينس اي بلس بي، او اقدر اقول ان كي بي بتساوي كي سي تو ذا في ار تي تو ذا باور سي بلس دي ماينس اي بلس بي. بس انا عارفه كمان ان البارشل بريشر بتساوي المول فراكشن في التوتال بريشر، فممكن اجي في المعادله دي، المعادله هنا بدل الكي بي ما اجيبها بالبارشل بريشرز اجيبها بالمول فراكشن. سهله خالص وهتسهل لي الشغل بعد كده زي ما هنشوف. فهنبص كده، هبص الاقي ان الكي بي بدل البي سي هحط بدلها واي سي في بي توتال، وبدل الكي البي دي هحط واي دي في بي توتال، وبالتالي هبص الاقي ان هيكون عندي معادله الكي بي بالمنظر ده. يبقى دول الثلاث معادلات المهمين، كي سي بدلاله او الايكوليبريم كونستانت بدلاله الكونسنتريشنز، الكي بي بدلاله البارشل بريشرز او بدلاله المول فراكشن، وعلاقه الكي بي بالكي سي. طيب بالنسبه للكي بي، لو انا كانت التوتال بريشر ايكوالز 1، لو بريشر توتال بريشر ايكوالز 1 مش 1 تو ذا باور اي حاجه ايكوالز 1، وبالتالي الكي بي هتساوي ال y c to the power c في y d to the power d على y a to the power a في y b to the power b، وأقدر أجيبها بدلالة المول فراكشنز فقط. طيب هنشوف example. ال example بيقول in the production of synthesis gas the following two independent reactions take place. إيه synthesis gas أو syngas؟ syngas ده gas مكون من carbon monoxide وهيدروجين، وساعات بيبقى فيه كربون دايكسايد، والميكستشر ده بنستخدمه في صناعات كيميائيه عديده. طيب انا عندي الميثين بيتفاعل مع الميه عشان يدي كربون مونوكسيد وهيدروجين، ويرجع الكربون مونوكسيد يتفاعل مع الميه عشان يدي كربون دايكسايد وهيدروجين. والتو رياكشنز دول they are reversible reactions. Starting with 5 moles of steam, 1 mole of methane. عايز يعمل ايه بقى؟ calculate the equilibrium composition of the resulting mixture. عايز لو ما reaction دي توصل equilibrium، عايز ال equilibrium composition بتاع resulting mixture. at 600 degrees centigrade and 1 atmosphere. عندي 1 atmosphere فمريحني خالص. at this temperature مديني ال equilibrium constant for the first reaction and second reaction، ومريحني اكتر، بيقول لي ان the gas mixture follows an ideal gas behavior. طيب بنقول التو رياكشنز دول او السيت اوف رياكشن دول بنسميهم سيريز بارلل سيت اوف رياكشنز. يعني ايه؟ هما سيريز للكربون دايكسايد، لان الكربون دايكسايد بيطلع من الرياكشن الاولانيه وبعدين بيدخل تاني في الرياكشن ايه الثانيه، وبارلل للووتر اللي بتبقى كونسيوم في التو رياكشنز. طيب الاوفرول رياكشن بقى عباره عن ايه؟ الكومبايند رياكشن. بنقول الميثين زائد المية بيدي كربون مونوكسيد زائد هيدروجين، وكربون مونوكسيد زائد مية بيدي كربون دايكسيد بلس هيدروجين. لو بصيت كده وقلت الاوفرول، هنبص نلاقي هي دي الايه الايكويشن بتاعه الاوفرول. هلاقي الميثين اهو، المية طالعة من هنا وطالعة من هنا، الكربون مونوكسيد خارج من هنا وداخل هنا فهراحوا مع بعض، زائد الكربون دايكسيد زائد الايه الهيدروجين اللي هو بقى 4. لو انا هتعامل كده يبقى الايكوليبريم كونستانت اللي هستخدمه دلوقتي هو مضروب التو ايكوليبريم كونستانتس اللي موجودين قدامي ده. يعني هقول الكي بي بتاعه الرياكشن الاخرانيه دي، التوتال دي، الاوفرول رياكشن دي، هي الكي بي دي مضروبه في ايه؟ في دي. بس الحقيقه احنا ما بنحبش نشتغل كده. ليه؟ لان انا لما اجي ابص هنا خلاص هبص الاقي ان انا مش باين لي خالص الكربون مونوكسيد. طب ما ممكن يكون في كربون مونوكسيد، والطبيعي انه يكون في كربون مونوكسيد، لان انا السينجاس از ذا ميكستشر اساسي من الكربون مونوكسيد بلس الهيدروجين. فانا لو اشتغلت على رياكشن دي هبقى بشتغل غلط. however we cannot use the combined reaction as carbon monoxide might be non-zero and it is non-zero and thus cannot be neglected.
So we should work on each equation alone. يبقى أحسن أشتغل على كل equation A لوحدها، لأن أنا كده مش ظاهر لي الكربون مونوكسيد اللي موجود وعام وليه composition وليه مول fraction وليه partial pressure، فالطريقة دي غلط. نبتدي بالمعادلة الأولانية اللي بتقول لي ميثين بلس مية بيدي كربون مونوكسيد بلس هيدروجين. طيب from the givens of the problem we know that we had 1 CH4 ومع 5 H2O. طيب إذا اللي اتفاعل من الميثين، أنا الميثين كله اتفاعل ما أعرفش، بس إذا اللي اتفاعل من الميثين X1 هيتفاعل معاه قد إيه من المية؟ برضو X1. ليه؟ عشان الستوكيومتريك كوفيشنت هنا بتقول لي 1 بيتفاعل مع 1، فيبقى X1 بيتفاعل مع X1 عشان يدي قد إيه من الكربون مونوكسيد؟ X1. وكم من الهيدروجين؟ 3X1. يبقى how did I know that? Suppose that from the methane reacted only X1, not all the one reacted X1 moles reacted. So from the stoichiometric coefficient, we know that one methane requires one water to give one CO2 and three hydrogen. So if X1 of the methane reacts, it will react with X1 water to give X1 CO and three X1 water hydrogen. So what will I have? إيه اللي هيفضل لي في الآخر؟ أنا كان عندي 1 اتفاعل منه X1. I had 1 mole and X1 reacted. يبقى اللي باقي عندي كام؟ يبقى اللي باقي عندي 1 minus X1. طب here I had 5 واتفاعل منها X1. فهيتفضل عندي كام؟ 5 minus X1. Here I didn't have anything carbon monoxide but X1 carbon monoxide formed, so I have X1 carbon monoxide and 3X1 hydrogen. Then I have the second reaction. In this second reaction, the formed carbon monoxide reacts with the rest of the water to give carbon dioxide plus hydrogen. So, إيه اللي داخل من الـ X1؟ الرياكتنت هي X1، from the carbon monoxide هو X1 اللي خارج منين؟ طيب from the water the rest اللي هي 5 minus X1 بيدي carbon monoxide carbon dioxide and hydrogen. hydrogen اللي خارج من الهيدروجين هنا هو 3X1. So what is entering this reaction؟ اللي داخل التفاعل ده إيه؟ هو X1 من الـ CO، 5 minus X1 من المية، 3X1 من الـ H2. Suppose that reacted من الـ CO is X2. So from the stoichiometric coefficient, from this reaction, 1 CO reacts with 1 H2O to give 1 CO2 and 1 hydrogen. فإذا اتفاعل X2 هيتفاعل مع X2 من المية عشان يدي X2 من الكربون دايكسيد و X2 من الهيدروجين. يبقى اللي فاضل عندي كام؟ I had X1 من الكربون مونوكسيد X2 reacted from it. So the rest will be X1 minus X2. طيب هنا I had 5 minus X1 من المية اتفاعل مع X2 اللي اتفضل عندي 5 minus X1 minus X2. I didn't have any carbon dioxide and X2 resulted from this reaction so ال resultant اللي هو X2. هنا ما كانش عندي carbon dioxide خالص وطلع من reaction دي X2 فهيبقى عندي X2 carbon dioxide. هنا كان داخل 3X1 من الهيدروجين وطلع كمان X2 فبقى عندي 3X1 plus X2. طيب the number of moles بقى of the components at equilibrium. تعالوا بقى نشوف. من الميثين هيكون عندي كام؟ من الميثين هيكون عندي كام؟ اللي فاضل اللي هو 1 ناقص X1. طيب من المية، من المية from the water، الووتر اللي طلع هنا دخلت هنا وفي الآخر بقى عندي ده، يبقى 5 minus X1 minus X2. طيب ومن الـ CO أنا عندي CO اللي هو
x1 سوري ال x1 ده دخل هنا وتفاعل منه x2 وانا اسفه يبقى x1 minus x2. طيب ومن الهيدروجين، من الهيدروجين اللي طالع هو كان طالع هنا 3x1 دخل هنا وطلع مع x2 يبقى اللي خارج 3x1 minus plus a x2. والكربون دايكسيد، كربون دايكسيد مش طالع غير من المعادله دي اللي هو a x2. طيب يبقى التوتال نمبر اوف مولز بقى اجيبها ازاي؟ التوتال نمبر اوف مولز هجمع كل المولز دول مع بعض. هبص الاقي هنا هيبقى عندي 6 صح؟ 6 وبعدين بالنسبه للx1 عندي ماينس x1 ماينس x1 وهنا 3x1 يبقى عندي 2x1 والx2 هتروح هنا بدي مع دي ودي مع دي. يبقى التوتال نمبر اوف مولز اللي هو 6 بلس 2x1. طب من النمبر اوف مولز اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب المول فراكشن مش كده؟ طيب تعالوا نشوف. يبقى وانا عندي ان التوتال بريشر ايكوالز 1 يبقى الكي بي اللي هو مديهاني هتساوي المول فراكشنز بتاعت البرودكت مضروبين في بعض كل واحد مرفوعه تو ذا باور بتاع ستويكيومتريك كوفيشنت على الرياكتنس كل المول فراكشنز بتاعت الرياكتنس مضروبين في بعض وكل واحد منهم مرفوع للستويكيومتريك كوفيشنت. طيب يبقى تعالوا نبص بقى الفيرست ايكويشن. الفيرست ايكويشن، الفيرست ايكويشن اللي هو ايه؟ اللي هو كربون مونوكسيد مضروبه في الهيدروجين تو ذا باور اوف 3 على الميثين مضروبه في المي. فين الكربون مونوكسيد؟ هاخدها من هنا مش هاخد من هنا. يبقى كربون مونوكسيد x1 minus x2 على 6 plus 2x1 مضروبه في دي المول فراكشن بتاعت الايه؟ الكربون مونوكسيد. طب المول فراكشن بتاع الهيدروجين 3x1 plus x2 على التوتال 6 plus 2x1 مرفوعه تو ذا باور اوف ايه؟ of 3. طبعا الباور 3 طبعا دي غلط، الباور اوف 3 للاثنين دول على بعض مش للي فوق بس للي تحت كمان. هنا دي فيها غلطه معلش اعذروني. على المول فراكشن بتاع الميثين مضروبه في المول فراكشن بتاع الميه كل واحده مرفوعه تو ذا باور 1. ميثين يبقى 1 ماينس x1 على 6 بلس x2 والميه 5 ماينس x1 ماينس x2 على 6 بلس 2x1. دي هتبقى بالمنظر ده لان طبعا واضح هنا، هنا دي 6 plus x1 to the power of 3 مضروبه في دي تبقى to the power of 4 وعندي هنا to the power of 2 فهيبقى اتفضل عندي تحت 6 plus 2x1 to the power of 2 ودي مضروبه في دي على دي مضروبه في دي. ده الفيرست ايكويشن. زي ما عملت في الفيرست ايكويشن هعمل في السكند ايكويشن هتطلع لي ده. وبالتالي عندي two non-linear algebraic equations. الفانكشن هتساوي بقى بالصفر والفانكشن هتبقى عندي كده two functions. التو functions دول two simultaneous equations في x1 و x2 والاثنين non-linear algebraic equations نقدر نحلهم بطريقة نيوتن رافسون اللي احنا شرحناها في المحاضرة بتاعة non-linear algebraic equation. Now we can use the method studied earlier for the solution of simultaneous non-linear algebraic equations using Newton-Raphson. The composition of the resulting mixture can be easily obtained.